من جديد، وفقرتنا الجاية هي فقرة نجم المجتمع. من خلال فقرة نجم المجتمع بنتعرف على واحد من نجوم المجتمع، بنتعرف على جوانب كثيرة جدا، بنتعرف على جوانب خاصة ممكن تكون ما ظاهرة للشخص العادي المتابع له من خلال الشاشة أو من خلال المايك أو من خلال الإذاعة أو من خلال أي مجال هو بيعمله. نجمنا لليلة هو تدرج كثير جدا في مجال الإعلام، وأصبح مذيع في غناء خارج السودان، وأصبح يمثل السودان، تدرج من خلال عدد من القنوات السودانية، وعنده مواهب مختلفة جدا. قبل ما أقول لكم هو منو والقنوات اللي عمل بيها واسمه منو، خلونا نتابع الفيديو ده، أكيد كلكم هتعرفوهم. هم بالحبيب محمد وزويه، إن الهيام بحبه يرضي، يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها، إن مات جسمك فالهوى يحييه. أكثر عليه من الصلاة فإنها نور لقبرك عندما تأويه، جسد تمكن حب أحمد فيه، فالله إن الأرض لا تبليه. عرفنا إنه ضيفنا لليلة من خلال فقرة نجم المجتمع هو المذيع ومقدم البرامج مصطفى الشيخ، هو عنده جوانب مختلفة جدا. عرفنا منها واحد من الجوانب دي مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيتمتع بخامة صوتية ممتازة جدا، شخص صاحب ظل خفيف جدا، وأيضا شخص متميز محب للجميع، وأيضا الجميع يحبه. صباح الخير عليك مصطفى، ورمضان كريم، والآن هو مذيع في قناة الجزيرة. عليكم السلام أستاذة رغا، وتحية ليك، تحية لكل العاملين في القناة السودانية والمشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير، وتصبحوا تصبروا على ألف خير إن شاء الله. صايم أنت ولا شنو يا مصطفى؟ صوتك ما فيش كله كده. أكيد صاحي من النوم يا دوب ولا شنو؟ طبعا ما حوار زي ده لازم تصحى اليوم هنا. انتوا دايما متعبين يعني. والله معليش، احنا دايما يعني بندعي بالناس العزيزين جدا علينا، والناس اللي دايما بنحب نشاركهم في كل اوقاتهم، عشان كذا لا احنا تحت الخدمه طوالي. مصطفى، كيف مع رمضان ورمضان في السودان ورمضان في قطر؟ يعني اختلافات كبيره جدا، ونفقد حاجات كثيره. والله شوف، طبعا السنه دي الاختلاف في رمضان يمكن في العالم كله يعني. صحيح، خصوصية. ايوه خصوصية بوجود كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى انه يزيل هذا الوباء يعني من السودان ومن العالم الإسلامي الإنسانية جمعاء. حقيقة انا طبعا ده بالنسبة لي رمضان الثالث انه اصوم خارج السودان يعني. لكن رمضان السنة دي مختلف جدا، انه حتى العزومات والجلسات مع الأصدقاء ومع الأخوان شوية عدمت يعني، لأنه ما في حركة، وكل الناس طبعا معروف إنه في حجر منزلي وحاجة زي دي. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إن يعني رمضان الجاي يكون أفضل، وأول عيد ذاته إن شاء الله الناس تكون انتهت من الوباء إن شاء الله. مصطفى، دائما يعني كل زول بيكون شاطر في حاجة، في جانب تاني بيكون يعني علاقته به يعني بعيدة جدا يعني، فأنت علاقتك بالمطبخ قريبة زي المايك كده ولا بعيدة تماما يعني؟ ما ياخذ السؤال يا روح كده. ما يعني العصيدة دي هنا ما في مفروض هناك تكون فيه يعني. أنا والله طبعا الحمد لله يوم تعاملت عصيدة وقربت يعني أرسلها لناس البيت واحتفل بيها ويجيبوها في الجرايد، يا أول سلام. مرة يعني أعمل عصيدة. فشلت كم مرة لحد ما نجحت يا مصطفى؟ والله يا أخي خلينا ما نقول كل، في النهاية نجحت. لكن أقول لك شيء، أنا ما جبت في غسيل العيد غير. والله ما شاء الله، كنا المرة اللي فاتت مستضيفين أنس برضو يا مصطفى، أنس الإمام برضو قال أنا شاطر في غسيل العيد، فما معروف أستير شنو موضوع غسيل العيد ده يعني. أنا حالتي ما حضرت، لكن كذا نحن أخوان في الغسيل. ما بيناتنا، أنتوا المهم تاكلوا بعد ذاك تغسل العدة، ما تقعد في المطبخ. ما مصطفى في حاجة. أها لا لا تفضل. تفضل. قلت لك أنا يعني صحيح يعني
عشت بلاي كثير، لكن الحمد لله ربنا بيسخر لي حاجات كثيرة. يعني يكون واحد من الأصدقاء يجيني يسكن معاي وكذا، فيعني بلقى الزول بيساعد الحمد لله. وإن شاء الله دائما ربنا يسخر. لكن ما قاعد أهتم بموضوع الأكل ده تحديدا، ما قاعد أهتم بالموضوع ده. يعني هو جاني بس كده. والله ان شاء الله يعني كل مره ربنا يسخر لك زول يعني عشان ما تقعد جعان يعني. طيب مصطفى، من الحاجات الحلوه شديدة اللي اتابعنا اول ما ظهر موضوع فيروس كورونا، انت عملت حاجه كده خارج الصندوق زي ما بقوله، يعني بدل ما تطلع كده وتعمل لايف او ترسل فيديو اقعده في البيت وبتاع، عملته لكن بشكل مختلف وشكل تمثيلي. فدي كمان موهبه جديده ولا كانت اصلا في بس كانت مدفونه يعني؟ وشوفي طبعا يا رؤى، المذيع ولا او مجال لدى اسع يقول لك الحيشان الثلاثه، الحيشان الثلاثه اي صح، في مدرمان كانت ثلاثه بين الاذاعه والتلفزيون والمسرح. فاذا انت عشت في الحيشان الثلاثه دي لازم يكون من كل حاجه عندك شيء. فهمت علي؟ بعد ذاك المذيع في عظمه هو ممثل بالمناسبه، صحيح. بس انت بتمثلي انك انت تكون جاهزة كده. أيوة. لو مشينا كده البيت حيكون في شكل مختلف يعني. تماما حسب المكان والزمان بالضبط كده. فالمذيع بيكون عنده الحاجة دي لأنه هو مكمل يعني هسه الشباب كلهم في الكنترول نفسهم في السكريبت، قالوا لك حتضيفي مصطفى حتعمل كده وكده، فأنت مكملة للحاجات دي كلها. صحيح. في النهاية لازم محمد السير ده خلف الكواليس ده جايب له خبر ما في تتصل عليه. يحلى له مسكين هو مجهز وما بدنا عارفه. لا والله هم طبعا يعني ما شاء الله ما مقصرين، ودين هم المكملين للعملية. صحيح والله. يعني هم اللبنة الأساسية اللي على أساسها بقوم العمل هم الحقيقيين اللي هم اللي قاعدين الآن في الكنترول حوالينا نحن والواقفين جنة ديل طبعا أثناء الكاميرات. أي والله هنا ليلة معانا تجراي فبنحييه وغيره. يا الله تحياتي له يا اخي. اديك العافية ان شاء الله يا مصطفى. مصطفى قبل ما اديك فرصة كده انك تحيي الناس والناس اللي لسه ممكن حتى لو مع الاشغال ما عيدت عليهم يعني برمضان وقلت لهم رمضان كريم، حاقول لك تاني ادينا مقطع صغير من مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جدا يعني انا عايز المدح اول يعني. اي والله انا ولا اقول لك حاجه، خلاص انت تحييهم ونختم بالمدح عشان ده حيكون احلى ختام يعني. انا اول شيء والله احيي كل الاهل في السودان وجمعتني زماله جميله والله في تلفزيون السودان تحديدا في بدايه العمل، يعني يمكن لاكثر من 4 سنوات. بعدها انتقلت للسودانية 24 وكانت برضو فترة جميلة، الواحد كان حس بالنضوج الإعلامي فيها لأنه تجربة مختلفة. قناة سودانية 24 لما طلعت كانت قناة يعني زي ما بقولوا لها يعني بريقة ولا معنى بالضبط كده. أيوة، فأشرقت في إشراقة جديدة في السودان ووضحت السودان بشكل جديد، واختاروا فيها شباب على مستوى يعني صحيح. ما شاء الله نحن نضاهي به يعني الآن كل الناس في الخارج. أنا الآن في الدوحة يعني كثير الناس يتكلموا عن السودانية 24 عن برامجها وعن الكاس العامل فيها، يعني ناس مختلفين وربنا يوفقهم ويعينهم. كانت والله أيام جميلة يعني أيام جميلة الواحد ما ينساها، رغم أنه سنة واحدة في السودانية 24 لكن تظل عالقة في الذاكرة في ذهني. بحيي أهلي في ولاية الطارف قريتنا الجميلة صادقات، هم الآن طبعا ما بيشاهدوكم لأنه ما عندهم تلفزيون. أنا لما أقول الكلام ده أخواني يقول لي يا أخي واضحنا كده مالك. عن طريق الإحساس غاية بكل وصلة بل بتكون وصلته بالتحية. هي الإحساس ده أقوى من أي حاجة. والأخوات والأهل كلهم يعني نقول لهم رمضان كريم وصوم تفطر على خير إن شاء الله. ان شاء الله يا رب يا مصطفى رمضان كريم عليك، ودائما نشوفك يعني في اعلى المراتب ودائما متقدم ووجه السودان المشرق دوما ان شاء الله يا رب، ومزيد من النجاحات والتفوق والابداع والتميز ان شاء الله يا رب. الله يجزيك خير يا رؤى، وانت كمان موفقه ان شاء الله وما شاء الله يعني تنقلتي تنقل جميل وان شاء الله نشوفك برضه في قنوات العالميه ان شاء الله يا رب. يلا خلينا نسمع المدحة عشان نهديها لكل الناس اللي تابعونا. ضف بالوطن
وما عليك جناح. في حب من تسعى له الأرواح. بحر العلوم تلاطمت أمواجه، والنور حول مقامه والطاح. بحب الغرام وما عليك جناح. في حب من تسعى له الأرواح. بحر العلوم تلاطمت أمواجه، والنور حول مقامه والضاح. من ذا يلومني في الأنين وفي البكاء؟ من ذا يلومني في الأنين وفي البكاء؟ والنوق حول مقامه ترتاح. وتمد من طول الجفاء أعناقها شوقا إليها ودمعها سياح. لما أتت وادي العقيق تباشرت لما أتت وادي العقيق تباشرت، وبدا لها بعض الظلام صباح. قلبي تولى على الحجاز وأهله، قلبي تولى في الحجاز وأهله. يا حسرتي بعد التولع راح. قوم إذا سمعوا بذكر محمد، قوم إذا سمعوا بذكر محمد شقوا الثياب من الغرام وساحوا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما جاء من بعض الظلام صباح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك كثير مصطفى، سعيد جدا بهذا اللقاء رغم انه مسافة بعيدنا لكن اكيد كنت قريب لنا جدا. شكرا لك كثير جدا. اللهم صل وسلم دائما ابدا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. متواصل معكم من خلال حلقة اليوم من صباحات سودانية، ولكن بعد هذا الفاصل الاعلاني الثاني.